رحلات إضافية حسب طلبات المجتمع المدني. وثانيا المطار الجديد ببرج باجي مختار وإنجازه سيفتح في شهر جوان 2016. إضافة على ذلك راح نضيف رحلات أخرى حسب طلب المجتمع المدني. شيء طبيعي يعني فيه إطارات موجودة ولازم التوظيف يكون من الولاية ومن الناحية. أما القطاعات الأخرى أيضا تكون نفس الشيء، لأنه عندما تكون إطارات موجودة نعطوها الأولوية في التوظيف. التوظيف عملنا يعني تخفيض الأسعار للنساء فيه كاين 50-60%، وهذا شيء طبيعي عادي لكل النساء.